تلك المبادرة التي تم إطلاق شرارتها خلال اللقاء المهم الذي جمع الرئيس عبد الفتاح السيسي وأخويه الملك عبد الله الثاني وسمو الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة. نتكلم على مشاريع مادية بعشرات المليارات من الدولارات. دول عربية يجمع بينها حلم التكامل الصناعي وتوطين الصناعات وتطورها داخل البلدان العربية. في مايو عام 2022 شهدت العاصمة الإماراتية أبوظبي إطلاق الشراكة الصناعية التكاملية بين الإمارات ومصر والأردن، لحظة مهمة تمثل علامة فارقة وتنفيذا عمليا لهدف هام ومحوري لنا جميعا، وهو السعي لتحقيق التكامل الاقتصادي العربي. تركزت الشراكة بين الدول الثلاث على الاستثمار في 5 قطاعات صناعية تشمل الزراعة والأغذية والأسمدة والأدوية والمنسوجات والمعادن والبتروكيماويات. المشاريع اللي احنا ركزنا عليها في 5 قطاعات: الأسمدة والزراعة والأغذية وأيضا الأدوية والبتروكيماويات والمنسوجات والمعادن. هذه كلها نتكلم على مشاريع مادية بعشرات المليارات من الدولارات. وكان الهدف تطوير صناعات عربية تنافسية ذات مستوى عالمي وتوفير سلاسل توريد مضمونة ونمو التجارة بين الدول الثلاث. استراتيجية تكاملية هدفها كيف نتكامل لتحقيق نوع من الاكتفاء الذاتي في السلع والمنتجات الأساسية والاستراتيجية اللي بيطلبها شعوب هذه الدول. تعزيز التكامل الاقتصادي بوجه عام على أن يبدأ بمؤتقة التكامل الصناعي، وتحديدا بسبب التحديات التي فرضها الخلل في سلاسل التوريد والإنتاج والتوزيع. إذا نشوف الأرقام التكاملية بين ناتجنا الوطني بين الثلاث دول، نتكلم على تقريبا أكثر من 765 مليار دولار، وهذا يبين أن هناك قوة اقتصادية ضخمة بين الدول الثلاثة. وجرى تخصيص صندوق استثماري بقيمة 10 مليارات دولار تديره القابضة ADQ، أحد أكبر الصناديق السيادية في الإمارات للاستثمار في المشاريع المنبثقة عن هذه الشراكة في القطاعات المتفق عليها. احنا كدول عربية لدينا عدد كبير جدا من المزايا، لدينا موارد طبيعية، خامات، قوة مشاريع، حجم السوق، فالتكامل هو ده اللي بيؤدي الى توطين للصناعات بتاعتنا. وبنفس الوقت العمل على تعزيز توريد السلع الأساسية في أسواقنا والانطلاق لدول المنطقة والعالمية إن شاء الله. كلما كان هناك نوع من التكامل ما بين دولنا في تأمين وتوفير السلع والمنتجات الأساسية اللي بتحتاجها شعوبنا، كل ما سنكون في أمان وبعيدا عن أي ضغوط. إطلاق هذه المبادرة في هذا التوقيت هو رسالة قوية للعالم كل، رسالة سياسية اقتصادية اجتماعية. كان الأمر أشبه بتحالف اقتصادي سعت العديد من الدول العربية للانضمام إليها، فأعلنت البحرين والمغرب التحاقهما بتحالف الشراكة الصناعية، وتنوي سلطنة عمان أيضا الانضمام لتلك الشراكة لتكون الدولة السادسة. تقوم تلك الشراكة على السعي لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتوطين الصناعات بين أعضائها، فهي تتبادل المواد الخام كالبترول والمعادن وغيرها، وبينها دول غنية بتلك المواد كالإمارات وسلطنة عمان، وتنقل الخبرات الصناعية فيما بينها. وتضم الشراكة دولا لها خبرات عميقة في التصنيع مثل المملكة المغربية التي أصبحت تملك قدرات صناعية متقدمة خصوصا في صناعة السيارات. وهناك دول تتميز بموقعها الاستراتيجي وتستطيع توفير الخدمات اللوجستية مثل البحرين والأردن. أما مصر فإضافة لموقعها الاستراتيجي تمتلك أيضا اقتصادا متنوعا زراعيا وصناعيا، ولديها أياد عاملة ماهرة في مختلف المجالات. تكتل عربي لديه استراتيجيات داعمة للقطاع الصناعي وبنية متطورة في مجال الخدمات والنقل والشحن، ولديه أيضا وفرة في المواد الخام والخبرات ورؤوس الأموال والمناطق الصناعية، ما يؤهله ليكون من أكبر التحالفات في الشرق الأوسط. وفق ما قاله الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات مع تأسيس تلك الشراكة، فإن التغيرات التي يشهدها العالم تستدعي تعميق الشراكات الاقتصادية بين دول المنطقة العربية وابتكار صياغ جديدة للتعاون فيما بينها وتعزيز تكاملها واستثمار الميزات النوعية لكل دولة
بهدف تحقيق التنمية المستدامة وتقوية الاستجابة للتحديات المشتركة والأزمات العالمية وتوسيع الاعتماد على الذات، خاصة في القطاعات الحيوية ذات الصلة بالأمن الوطني مثل الغذاء والصحة والطاقة والصناعة وغيرها. شراكة انطلقت من أبوظبي تمثل خطوة رائدة ستعود على شعوب الدول المشاركة فيها للخير والنمو.